تشهد الأسواق في ذي قار ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عما كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نتج منه انخفاض كبير في القوة الشرائية. احنا جاي نشكي من أسباب صعد الدولار عندنا، واحنا صحيح المحلات المواطن يعني جاي يشكي عندك، يعني المواد كلها صاعدة عندنا، يعني المواطن الضرر أو المحل الضرر على صعد الدولار عندي. نريد نطالب الحكومة ينزلون الدولار. دجاج صاحب محل، هذا محلي شارع عني، أبيع دجاج خوش. سبب الارتفاع اليوم أنا كنت أبيع الدجاجة ب6000، اليوم صارت أبيع العالم ب8000، صعدت 2000 دينار. سبب من؟ سبب الدولار. وشكى مواطنون من إن موجة الغلاء الجديدة أثرت سلبا في أوضاعهم المعيشية، وباتت أسواق بيع الجملة شبه خالية من المشترين، ما يراه تجار واقتصاديون مرتبطا بارتفاع سعر صرف الدولار. ارتفاع كلش يعني ما جاي السيطرة على السوق، يعني الفقير ما يقدر، لا يقدر يشتري، لا يقدر، يعني الأسعار كلش ما مستقرة، يوم تلقاها صاعدة زيادة. باثنين بلف ضايبوا عنا كيلو بلف، ليش؟ لأن أضاع اختفت، وأضاع كلش يعني نقول صار غالية، يعني جيبونا خطية بلفين أو بلف مثلا نقول ضايبونا بلف ونص، ليش؟ لأنه يدون ربح، ليش؟ لأنه السوق شوية سعد. بات كثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية. يوما بعد آخر تزداد معاناة المواطنين هنا في محافظة ذي قار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أثرت سلبا على الواقع المعيشي لدى المواطنين. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.